نبشر أن يعني الأخوان في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تبرعوا بمبلغ $1,000,000 لحملة الكويت بجانبكم. ولمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الله المعتوق، وأمانة جهود واضحة للأخوان في الهيئة. دكتور، ما أثر هذه الحملات يعني الإنسانية على العائلات التي تضررت من الزلزال، خصوصا مع بقاء الآلاف الأسر دون مأوى في ظل ظروف جوية صعبة مثل ما تحدثت الأستاذة مها؟ حياك الله دكتور عبد الله، وجزاكم الله خير على هذا التبرع. بارك فيك احمد. حياك الله دكتور. ونمسي اختنا الكبيره مها البرجس. الله يحييك دكتور. اليوم مبارك لجمع الحقيقه التبرعات وحشد الناس لاخوانهم المتضررين سواء في تركيا او في الشمال السوري. الله يحييك، حياك الله دكتور. الحقيقه احنا بتوجيهات صاحب السمو تماشيا مع هذه التوجيهات وانطلاقا الحقيقه من واجبنا الوطني والديني والقومي، تبرعت الهيئة الخيرية علاوة على اللي تكلمت فيه الصدق تقريبا 850,000 دولار، تبرعنا الآن لهذه الحملة $1,000,000. جزاكم الله خير. وأتمنى الحقيقة من جميع الجمعيات الخيرية القائمة أن تحذو هذا الحذو، لأن فعلا الحاجة ماسة جدا والضرر كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت أميرا وشعبا ومقيمين وجميع العالم إن شاء الله، يعم السلام. نعم، مشكور يا دكتور عبد الله، وفي ميزان أعمالكم وحسناتكم، وجزاكم الله خير.